عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، إذن غادي نقوموا بالتتمة ديال تصحيح المسألة ديال الامتحان الوطني الدورة الاستدراكية 2019. إذن غادي نمروا الجزء الثاني من المسألة. إذن بالنسبة للجزء الثاني، أولا نعتبر الدالة جي، نعتبر الدالة جي المعرفة على المجال 2 4 مجال مغلق من الجهتين بما يلي: جي دو إكس تساوي 8 عامل لـ x ناقص 2 إكسبونونسيال x ناقص 4 ناقص x مربع. إذن السؤال ألف، أحسب صورة 4 دالة جي ولا جي ديال 4. إذن غادي نعوضو x ب 4، جي ديال 4 تساوي 8 في 4 ناقص 2 إكسبونونسيال 4 ناقص 4 ناقص 4 أس 2 تساوي، إذن 4 ناقص 2 كتساوي 2 في 8 هي 16 في إكسبونونسيال 0 ناقص 16 تساوي إكسبونونسيال 0 هي 1 غتبقى لي 16 ناقص 16 تساوي 0. إذن جي ديال 4 كتساوي 0. السؤال ب، ب تحقق ان، تحقق ان لكل اكس كينتمي المجال المغلق بين الجهتين جوج 4 جي دو اكس كتساوي ناقص اكس ناقص 4 الكل مربع في اكسبونونسيال اكس ناقص 4 زائد اكس مربع عامل لي اكسبونونسيال اكس ناقص 4 ناقص 1. اذا فنجاوبوا على السؤال، اذا من الاحسن نبداو بالكتابه اللي على اليمين باليمين ونوصلوا لجي دو اكس. اذا ناقص بين قوسين اكس ناقص 4 الكل اس 2 اكسبونونسيال اكس ناقص 4 زائد اكس مربع عامل اكسبونونسيال اكس ناقص 4 ناقص 1 تساوي. اذا غادي نخلي الكتابه كما هي بالنسبه ل هذه غنبدلهاش، ناقص اكس ناقص 4 الكل اس 2 اكسبونونسيال اكس ناقص 4، هنا غنقوم بعمليه النشر، زائد اكس مربع اكسبونونسيال اكس ناقص 4 ناقص اكس مربع. كنلاحظوا ظهرت الكتابه بناقص اكس مربع، بالنسبه لي هنا غادي نعمل باكسبونونسيال اكس ناقص 4. إذن غتبقى لي ناقص اكس ناقص 4 الكل اس 2 زائد اكس مربع. غادي نشرو هذه الكتابه، إذن متطابقه هما اكس مربع مع ناقص هي ناقص اكس مربع ناقص 2 في اكس في 4 دونك هي ناقص 8 اكس مع ناقص هي زائد 8 اكس زائد 4 اس 2 هي 16 مع ناقص هي ناقص 16 زائد اكس مربع اكسبونونسيال اكس ناقص 4 ناقص اكس مربع. عندي عددان متقابلان ناقص اكس مربع زائد اكس مربع، وعندي 8 اكس ناقص 16 غادي نعمل ب 8. لاحظوا اذا تساوي 8 عامل ل اكس ناقص 2 اكسبونونسيال اكس ناقص 4 ناقص اكس مربع، وهذه الكتابه ما هي الا جي دو اكس تساوي جي دو اكس. اذا لكل اكس كينتمي المجال مغلق بين الجهتين 2 4 جي دو اكس تساوي ناقص اكس ناقص 4 الكل اس 2 في اكسبونونسيال اكس ناقص 4 زائد اكس مربع عامل لي اكسبونونسيال اكس ناقص 4 ناقص 1. ونكونوا جاوبنا على السؤال. اذا بالنسبه للسؤال جيم، تحقق ان لكل اكس ينتمي الى المجال جوج 4 اكسبونونسيال اكس ناقص 4 ناقص 1 اصغر من او يساوي 0، و ثم استنتج ان لكل
اكس كينتمي للمجال جوج أربعة، جي دو اكس اصغر من او يساوي صفر. اذا نجاوبوا على السؤال. السؤال جيم فيه جوج الاسئله، اذا انه ليكن اكس كينتمي للمجال جوج أربعة، اذا تكافئ اكس محصور ما بين جوج أربعة. اذا بغيت نبين بان اكسبونونسيال اكس ناقص 4 ناقص 1 صغر من او يساوي صفر، اذا غير هذه المتفاوته غتكون كافيه. غندير يعني تستلزم اكس اصغر من او يساوي 4 تكافئ، غادي نقص 4 اكس ناقص 4 اصغر من او يساوي، الا نقصنا 4 غتكون صفر. اذا حنا كنعرفوا ان الداله الاسيه النيبيريه هي داله تزايديه قطعا على ار، اذا غادي ندخل اكسبونونسيال، اكسبونونسيال اكس ناقص 4 اصغر من او يساوي اكسبونونسيال صفر تكافئ اكسبونونسيال اكس ناقص 4 اصغر من او يساوي اكسبونونسيال صفر هي واحد، وفي الاخير اكسبونونسيال اكس ناقص 4 ناقص 1 اصغر من او يساوي صفر. اذا لكل اكس كينتمي للمجال المغلق بين الجهتين 2 4 اكسبونونسيال اكس ناقص 4 ناقص 1 اصغر من او يساوي صفر. اذا بقى لنا الكتابه جي دي اكس. اذا كتلاحظوا ان بينت بان هذه الكتابه سالبه، كنعرفوا ان المربع تيكون دائما موجب، وهذه كتابه دائما سالبه. غادي نكتبوا بان لكل اكس كينتمي للمجال جوج 4 غادي نكتبوا بان اذا عندي اكس مربع كبر من صفر و اكسبونونسيال اكس ناقص 4 ناقص 1 صغر من صفر. الوغ جداء عددين واحد موجب واحد سالب تيكون عدد سالب. اذا اكس مربع عامل اكسبونونسيال اكس ناقص 4 ناقص 1 صغر من او يساوي صفر رقم واحد. وكذلك لكل ولكل اكس كينتمي للمجال جوج 4 غادي نكتب بان هذه الكتابه كلها موجبه. علاش؟ حيت المربع يكون موجب والاكسبونونسيال بطبيعه الحال موجب قطعا. غادي نكتب بان اكس ناقص 4 الكل اس 2 في اكسبونونسيال اكس ناقص 4 اكبر من او يساوي صفر تكافئ. اذا ملي كنضرب عدد سالب كيتقلب الرمز ناقص اكس ناقص 4 الكل اس 2 في اكسبونونسيال اكس ناقص 4 صغر من او يساوي صفر، غادي نسطر عليها رقم جوج. اذا من واحد و 2 نستنتج ان المجموع اللي غيكون هو جي دو اكس صغر من او يساوي صفر، مجموع عددين سالبين هو عدد سالب. اذا غنكتبو هنا، اذا من واحد و 2 اذا من واحد و 2 نقول ان ناقص اكس ناقص 4 الكل اس 2 في اكسبونونسيال اكس ناقص 4 زائد اكس مربع عامل لاكس ناقص 4 ناقص 1 صغر من او يساوي صفر. وهذه الكتابه ما هي الا جي دو اكس تكافئ جي دو اكس اصغر من او يساوي صفر. وبالتالي لكل اكس كينتمي للمجال جوج 4 جي دو اكس اصغر من او يساوي صفر. اذا غندوزو للسؤال ثانيا الف تحقق ان لكل اكس كينتمي للمجال مغلق من الجهتين جوج 4 اف دو اكس موان اكس اف دو اكس موان اكس كتساوي اكس ناقص 2 على اكس مربع عامل جي دو اكس. اذا غادي ننطلقوا من الكتابه اللي علمنا اكس لتكن اكس كتنتمي للمجال جوج 4 اكس ناقص 2 على
اكس مربع في جذر اكس تساوي اكس ناقص 2 على اكس مربع. الو غادي نعوضوا جذر اكس. الو الكتابه الاولى ديال جذر اكس 8 عامل لي اكس موان 2 اكسبونونسييل اكس موان 4 ناقص اكس مربع. غادي نقوم بعمليه النشر تساوي اذا الى اكس موان 2 على اكس مربع في هذه الكتابه غتعطيني 8 اكس موان 2 الكل اس 2 على اكس مربع في اكسبونونسييل اكس ناقص 4 ناقص اكس مربع عامل لي اكس موان 2 على اكس مربع. عندي اكس موان 2 الكل اس 2 على اكس اس 2 هي 8 على الوغ غنديرو اكس موان 2 على اكس الكل اس 2 اكسبونونسييل اكس موان 4. غادي نقوم بعمليه اختزال. اذا غتبقى عندي ناقص اكس زائد 2. اذا غادي نسبق هذا العدد هو الاول باش نوصل للكتابه ديال اف دو اكس. الوغ تساوي 2 زائد 8 عامل اكس موان 2 على اكس الكل اس 2 اكسبونونسييل اكس موان 4 موان اكس. اذا كتلاحظوا ان هذه الكتابه ما هي الا اف دو اكس. اذا تساوي اف دو اكس مو اكس. اذا لكل اكس كينتمي للمجال جوج ربعة اف دو اكس مو اكس تساوي اكس موان دو على اكس مربع في جوج اكس. هذا فيما يخص ثانيا ألف. بالنسبة للسؤال باء استنتج أن لكل إكس كينتمي المجال 2 4 اف دو إكس أصغر من أو يساوي إكس. إذن سبقنا لدينا ليكن إكس كينتمي المجال جوج 4 لدينا اف دو اكس ناقص اكس تساوي اكس ناقص 2 على اكس مربع في جذر اكس. اذا حسب السؤال اولا جيم سبقنا بان هي بقى امامكم على السبوره جذر اكس صغر من او يساوي صفر لكل اكس كينتمي للمجال جوج أربعة جي دو إكس أصغر من أو يساوي صفر. تبقى لي التأطير ديال إكس موان دو. بون إكس كينتمي للمجال جوج أربعة تكافئ إكس محصور بين جوج وربعة تكافئ إكس ناقص اثنان محصور بين صفر واثنان. إذا اللي تهمنا أن لقيت العدد موجب. إذا موجب في سالب تعطيني عدد سالب وبالتالي لكل اكس كينتمي المجال جوج أربعة اذا اكس موان 2 على اكس مربع في جي دو اكس تيكون عدد سالب. وهذه الكتابه شنو هي اف دو اكس موان اكس تكافئ لكل اكس كينتمي المجال جوج أربعة اف دو اكس موان اكس اصغر من او يساوي صفر. ومنه لكل اكس كينتمي المجال جوج أربعة اف دو اكس اصغر من او يساوي اكس. اذا غادي نمروا السؤال الثالث وهنا غادي ندخلوا للمتتاليات.
إذن السؤال الثالث، إذن لتكن UN المتتالية العددية المعرفة بما يلي، إذن عندي واحد المتتالية UN، الحد الأول U0 كيساوي 3 و UN بلس 1 كيساوي F ديال UN. إذن السؤال الأول ألف بين بالترجع أن لكل N كينتمي ل N UN محصور ما بين جوج وربعة. إذن الاستدلال بالترجع، كنعرفوا أن الاستدلال بالترجع فيه ثلاثة المراحل. المرحلة الأولى، إذن النجمة الأولى غادي نتحقوا، إذن من أجل N كتساوي صفر لدينا U0 كتساوي 3، وفعلا 3 محصور بين 2 و 4. إذا كنمروا للطاب الثانية، المرحلة الثانية اللي هي فرضية الترجع. نفترض أن UN محصور ما بين 2 و 4، ونبين أن UN بلس 1 محصور ما بين 2 و 4. إذن خصنا نبرهنوا على هاد، نرجعوا نكتبوا لدينا UN محصور ما بين 2 و 4. إذن إلا رجعنا لجدول التغيرات ديال الدالة F، غنكونوا بينا بأن الدالة F تزايدية قطعا على المجال 2 و 4، ونعلم أن F تزايدية قطعا على المجال 2 4. إذن عندي الحق، غنكتب F ديال 2 أصغر من أو يساوي F ديال UN أصغر من أو يساوي F ديال 4. حسب جدول التغيرات ديال الدالة F، F ديال 2 إذن هي 2، F ديال UN حسب التعريف هي UN بلس 1، وإلا حسبنا F ديال 4 هي، إذن F ديال 4 غنلقاوها هي 4. فوالا، إذن جاوبنا على السؤال المطلوب. باش كنختمو الاستدلال بالترجع، المرحلة الثالثة والأخيرة، مهما كان N ينتمي إلى N، UN محصور بين 2 و 4، وغنكونو بينا بأن هذه المتتالية محدودة، يعني مكبورة بالعدد 4 ومصغورة بالعدد 2. إذا بالنسبة للسؤال ب، حدد رتابة المتتالية UN ثم استنتج أنها متقاربة. ألوغ، رتابة المتتالية يا إما غتكون هذه المتتالية تزايدية أو تناقصية. هنا غادي نرجعوا السؤال، أو باقي أمامنا على السبورة، ألوغ اللي هو السؤال ثانيا ب، حسب ثانيا ب، ألوغ جاوبنا على أن لكل إكس كينتمي المجال جوج ربعة، ألوغ بينا بأن إف دو إكس صغر من إكس، إف دو إكس صغر من إكس. ألوغ بما أن يو إن غادي نستغل الحد يو إن، يو إن محصور بين 2 و 4، دونك عندي الحق نعوض إكس بيو إن. إذا نأخذ يو إن، لدينا يو إن محصور بين 2 و 4، إذا نأخذ إكس كيساوي يو إن. إذا في هذه الحالة غتولي عندي إف دو يو إن صغر من أو يساوي يو إن، وهذا كيعني أن يو إن بلس 1 صغر من يو إن. نقدر نزيد نكمل ونكتب بأن يو إن بلس 1 ناقص يو إن صغر من أو يساوي صفر. إذا يو إن تناقصية. إذا باش نجاوبوا على متقاربة، عندنا خاصية في الدرس، كل متتالية تزايدية ومكبورة هي متقاربة،
وكل متتالية مصغورة وتناقصية هي متقاربة. إذا لدينا UN، لدينا المتتالية UN مصغورة بالعدد 2 وتناقصية، إذن UN متقاربة. متقاربة يعني أن نهايتها منتهية. وكنظن بالنسبة للسؤال الأخير في هذا الامتحان الوطني يجب حساب نهاية المتتالية UN. إذن السؤال جيم، أحسب ليميت UN عندما تؤول N إلى زائد من النهاية. إذن أنا نعود نأكد على واحد مسألة مهمة بالنسبة ثالثا الألف. كنا بينا بأن UN محصور بين UN محصور بين 2 و 4. إذا غنديروا بأن غناخذوا المجال، نأخذ المجال E اللي هو المجال 2 4. إذا خصنا نكتبوا واحد مجموعة من الشروط. إذا الشرط الأول أن U0 كتساوي 3 كتنتمي لـ E. الشرط الثاني أن المتتالية من نوع UN بلس 1 كتساوي F دو UN، وعندنا الشرط الثالث F متصلة على المجال E، وعندنا الشرط الرابع الصورة ديال المجال E F ديال E هو صورة المجال 2 4، بما أن الدالة التزايدية قطعا على المجال 2 4 غيكون هو المجال F ديال 2 F ديال 4 كتساوي F ديال 2 كتساوي 2 و F ديال 4 كتساوي 4. إذا لاحظتوا أن القناة كتساوي E، ولكن بالنسبة لنا حنا في الشروط يكفي يكون غير F دو E ضمن E. إذا بين قوسين يكفي أن يكون F دو E ضمن E. إذا الشرط الخامس أن المتتالية لقيناها متقاربة، يعني أن لا ليميت ديال UN عندما تؤول N إلى زائد من النهاية، النهاية منتهية إيكال L. ألوغ كيفاش كنحصلوا على العدد L؟ ألوغ العدد L هو حل المعادلة F دو X إيكال X، يعني إذا بطبيعة الحال حل المعادلة فين كنحلوا هذه المعادلة بطبيعة الحال على المجال E، على المجال E اللي هو المجال 2 4. إذا غادي نحلوا المعادلة F دو X كتساوي X. ألوغ F دو X ألوغ ليكن X كينتمي لـ E، F دو X كتساوي X تكافئ F دو X موان X كتساوي صفر. إذا عندنا الكتابة F دو X موان X. إذا غادي نرجعوا حسب ثانيا ألف، شنو هي F دو X موان X؟ هي X موان 2 على X مربع عامل لي جي دو X كتساوي صفر تكافئ X موان 2 كتساوي صفر أو جي دو إكس كتساوي صفر. إذا لحد الساعة إكس كتساوي جوج. غادي نسطر عليها وغتبقى لي المعادلة جي دو إكس كتساوي صفر أو جي دو إكس كتساوي صفر. إذا غادي نحلو المعادلة جي دو إكس كتساوي صفر، غنحلوها على المجال إي بطبيعة الحال. إذا جي دو إكس كتساوي صفر تكافئ، غادي نحاول نختار الكتابة اللي هي ناقص إكس ناقص 4 الكل مربع إكسبونونسيال إكس ناقص 4 زائد إكس مربع عامل لي إكس إكسبونونسيال إكس ناقص 4 ناقص 1 كتساوي صفر. إذا هنا واحد الملاحظة مهمة. ألوغ شنو هي الملاحظة؟ كنلاحظ بأن
عندي مجموع وعندي الحد الاول سالب والحد الثاني سالب. اذا هنا واحد العلاقه، الى عندي الى كان ا اصغر من او يساوي صفر و ب اصغر من او يساوي صفر ولكن عندي المجموع ا زائد ب كتساوي صفر، اذا ا كتساوي صفر و ب كتساوي صفر. اذا الالتزام من اليمين الى اليسار هو استلزام بديهي، اللي تهمنا هو الالتزام. نقدر نديرو تكافئ ماشي مشكل، لانه هذه الجهه من اليمين الى اليسار عادي. اذا غادي نطبقوا هذه الخاصيه اللي كتبنا على المعادله جي دو اكس ايكال زيرو. لدينا لكل اكس كينتمي للمجال اي اللي هو المجال اثنان اربعه، غنكتبو ناقص اكس ناقص 4 الكل اس 2 اكسبونونسيال اكس ناقص 4 سالب، و اكس كاري عامل اكسبونونسيال اكس ناقص 4 ناقص 1 صغر من صفر. اذا كنحصلوا على واحد النظمه، الرقمه رقم 1 رقم 2. اذا غنكتبو ناقص اكس ناقص 4 الكل اس 2 اكسبونونسيال اكس ناقص 4 كتساوي صفر، و اكس مربع عامل اكسبونونسيال اكس ناقص 4 ناقص 1 كتساوي صفر. اذا كيخصني نقلب على الحل المشترك بين المعادلتين. نبداو بالمعادله رقم 1، ناقص اكس ناقص 4 الكل مربع في اكسبونونسيال اكس ناقص 4 كتساوي صفر تكافئ اكس ناقص 4 الكل مربع كتساوي صفر. بين قوسين، لماذا؟ لان كنعرفوا ان اكسبونونسييل تيكون دائما موجب قطعا. تكافئ اكس ناقص 4 كتساوي صفر تكافئ اكس كتساوي 4. اذا لقينا حل وحيد في هذه المعادله رقم 1، نشوفوا نعوضوها في رقم 2. نعوض في 2 وغادي نحصلوا على الرقم 2، عندي بقيت 4 4 مربع عامل الوغ اكسبونونسييل 4 ناقص 4 ناقص 1 تساوي 16، عامل اكسبونونسييل 0 ناقص 1 تساوي 16، عامل 1 ناقص 1 كتساوي 0. اذا فعلا لقيت بان هناك حل مشترك بين المعادلتين اللي هو 4. اذا خلاصه شنو استفدنا دابا بالنسبه للمعادله اف دو اكس ايكال اكس؟ اذا اف دو اكس ايكال اكس و اكس كينتمي للمجال اي اللي هو المجال 2 4، هذا كيعني ان لقيت اكس كتساوي 2، اذا 16 على اكس كتساوي 4، ولقيت او اكس كتساوي 4. اذا فين اللي غادي ناخذ اللي غادي يكون لا ليميت ديال ان؟ ما نساوش بان الوغ بينا بان المتتاليه تناقصيه. اذا لدينا UN متتالية تناقصية، ولا كانت متتالية تناقصية عندي الحق نكتب بأن إذا مهما كان أن، إذا مهما كان أن ينتمي إلى أن، UN أصغر من أو يساوي حدها الأول إيزيرو. وهذا كيعني أن مهما كان ان ينتمي الى ان، يو ان اصغر من او يساوي، اذا لاحظتوا الحد الاول هو 3 3. اذا عندي يو ان اصغر من 3 والمتتاليه يو ان متقاربه، اذا لا ليميت ديال يو ان عندما تؤول ان الى زائد من النهايه خاصها تكون هي اصغر من او يساوي 3. وحنا عندنا ليميت يو ان كون ان تنفر زائد من ايكال ايكال ال، اذا بالنسبه لي خاصها تكون ال صغر من 3. اذا الحل ديال اكس كتساوي 4 غير ممكن. اذا الحاله اكس كتساوي 4 مستحيله. اذا شنو بقى لنا؟ بقات لنا اكس ايكال 2، وبالتالي اكس ايكال 2
إذن أي لا ليميت ديال UN عندما يؤول N إلى زائد من النهاية كتساوي 2. إذن عزيزتي التلميذات أعزائي التلاميذ، تنتمنى تكونوا استفدتوا من التصحيح ديال الامتحان الوطني ديال الدورة الاستدراكية 2019. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء في حصة مقبلة إن شاء الله.